بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى الله نتوكل. وبعد، مع حضراتكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأبنة في سلسلة منهج التشريح وعلم الأبنة. Posterior triangle، واضح إن هو مثلث خلفي. خلف مين؟ خلف الاسترنومستويد. ليه؟ الاسترنوكليدو مستويد مصل بتقسم النك الى تو ترينجل، واحد قدام منها اسمه انتيرو ترينجل وواحد وراها اسمه بوستيريور ترينجل، يبقى ده كده بوستيريور ترينجل. حدودك يا بوستيريور ترينجل قال من قدام السيرنوكليدو مستويد، من قدام سيرنوكليدو مستويد، من ورا ترابيزيوس، من قدام سيرنوكليدو مستويد، من ورا ترابيزيوس. قاعدة المثلث ميدل وان ثيرد اوف ذا كلافيكل، لان اللاترال ماسك فيه ترابيزيوس والميديال للسيرنوكليدو مستويد، اما الميدل وان ثيرد فري، فعمل القاعدة بتاعت البوستيرو ترينجل. الابكس بتاعته التقاء للسيرنوكليدو مستويد مع ترابيزيوس، التقاء السيرنوكليدو مستويد مع ترابيزيوس. الفلور بتاعت اللي هي المثلث عضلات من تحت لفوق، ركز كده معايا، سكالينيوس ميدياس، ليفيتور سكابولا، سبلينيوس كابيتاس، سيمس باينالز كابيتاس مصل. تاني كده، سكالينيوس ميدياس، ليفيتور سكابولا، سبلينيوس كابيتاس، سيمس باينالز كابيتاس مصل. والعضلات دي هتتشرح ان شاء الله في مكانها، ما عدا طبعا الليفيتور سكابولا خدناها قبل كده في الابر لم. يبقى الفلور بتاعها عباره عن اربع عضلات، اس ال اس 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 ال اس اس، سكالينيوس ميدياس، ليفيتور سكابولا، سبلينيوس كابيتاس، سيمس باينالز كابيتاس مصل. سيمس باينالز كابيتاس مصل، بس بلينياس سكالينياس ميدياس، ليفيتور سكابولا، سبلينياس كابيتاس، سيمس باينالز كابيتاس مصل. الروف لاي حاجه سكن سوبرفيشال فاشه ديب فاشه. لكن لما دخلنا هذا الترينجل لقينا في حته عضله اسمها انفير بيلي اوف ذا اومو هايويد، ده السوبير بيلي اهي، ده السوبير بيلي وده الانفير بيلي اوف ذا اومو هايويد. انفير بيلي من الاومو هايويد ماشيه في قلب الترينجل. عملت ايه في الترينجل؟ قسمت الترينجل الى جزئين، جزء علوي اسمه اوكسيبيتال ترينجل وجزء سفلي اسمه سوبرا كلافيكولار ترينجل. يبقى البوستيرو ترينجل عد التو ترينجلز بواسطه انفير بيلي من الاومو هايويد، مثلث فوق كبير اسمه اوكسيبيتال والمثلث الصغير تحت سوبرا كلافيكولار تريانجل، ده بالانفير بيلي اوف ذا اومو هايويد مصل. فيك ايه يا تريانجل؟ فيك ايه يا تريانجل؟ قال انا فيا اتنين سب كليفيا، فين وارتري، اتنين سب كليفيا فين وارتري، بس من الارت الثيرد بارت اوف ذا سب كليفيا ارتري، ثيرد بارت اوف ذا سب كليفيا ارتري. يبقى فيك يا ريس؟ قال يا فيا اتنين سب كليفيان، ارتري وفين، ارتري وفين، فيا اتنين بلكسس، سيرفايكال بلكسس وبريكيال بلكسس، لكن ده الترانكس اوف ذا بريكيال بلكسس. يبقى انا فيا اتنين سب كليفيان، ارتري وفين، فيا اتنين بلكسس، سيرفايكال بلكسس وبريكيال بلكسس. النيرف اللي بيغذيني علشان خاطر لازم يعدي من الترينجل، اللي بيغذي السيرنو مصود اسف، لازم يعدي من الترينجل علشان يروح عند الترابيزيوس. انا سباينال بارت اوف اكسسوري بيغذي سيرنو كليدو مصود قدام وبيعدي النك علشان يروح فين؟ يروح الى ترابيزيوس. يبقى في هنا كده واحد نيرف او عضله يتيمه لسه قايلين عليها انفير بيلي of the omo hyoid، ثم اثنين artery transverse cervical artery وسوبرا scapular artery. يبقى انت فيك ايه يا ترانجل؟ قال انا فيا اثنين subcalifian artery وفين؟ فيا اثنين بلكسس cervical وبريكيال بلكسس، فيا
هي نيرف واحد اللي هو ماشي سباينال بارت اوف اكسسوري نيرف وعضله واحده انفير بيلي اللي هم هيويد، فهي اثنين ارتري ترانزفيرس سيرفايكال ارتري اند سوبرا سكابولر ارتري. واخيرا اشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وحسن استماعكم. كان معكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأجنة. وأخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.